إذا مراجعة سريعة، الهدف من مثال 2-1 في الكتاب اللي هو على صفحة 37 مش 37 اللي هو على صفحة 73 في الكتاب، الهدف منه يفرجيك ليش أنا لازم لما بنقل الكهرباء بنقلها على ضغط عالي. السبب إنه راح تشوفوا اللوسز عالي هون في هذا المثال، هذا طبعاً مش مثال واقعي بس هو أرقام معطيني إياها في الكتاب في إكزامبل حتى تفهم فكرة أنا ما برفع الفولتج من النقل قديش بتكون اللوسز عندي وقديش الفولتج دروب، ولما برفع الفولتج برد بنزله مرة تانية، يعني برفعه هون من محطة التوليد برفعه هون 10 مرات رح استعمل ترانسفورمر 1-10 يعني ستيب أب، ولما بوصل هون عند المستهلك رح استعمل محول ستيب داون رح أشوف إيش لأ. حتى إحنا نفهم الفرق شو لازم نعمل، يعني أنا كيف بدي أفهم الفرق بين شغلتين شو لازم أعمل؟ لازم أعمل الحالة معه والحالة بدون، مش هيك؟ بدي أشوف لو أنا ما استعملت ترانسفورمر شو بصير عندي؟ هي حالة. ولو انا جيت الان بالحاله الثانيه رفعت الفولتج مقدار 10 ونقلته ونزلته مقدار 10 واستقبلته بدي اشوف شو الفرق صار فيه، هل فعلا صار في تحسن؟ فاحنا الان هلا بدل الحاله هاي، الحاله هاي حليناها هذا الجزء الاول من المثال، حليناها وطلعنا الكرنت، طلعنا الباور لوسز، لاحظوا هاي الباور لوسز وين راحت؟ وين استهلكت؟ وين بالضبط هون؟ في هاي المقاومه اللي في الترانسميشن لاين. هذه لوسلس ما فيها لوس، الاندكتر فيش فيه لوس، بس اللوس رح تصير في هذا، حسبناها عملنا اي سكوير ار مش هيك؟ ربعنا اي سكوير ار طلعت معي اللوسز اللي موجوده هون، وبعدين كمان حسبنا احنا الفولتج دروب، الفولتج قديش كان هون قيمته؟ 480، قديش صار الفولتج هون؟ 454، انا خسرت 26 فولت فولتج دروب صاروا هون على المنطقه هاي، هلا بدنا نشوف لو احنا استعملنا المثال الثاني اللي هو راح اخذ نفس المصدر هذا اللي هو 480 فولت على 0 ديجريز ودخلته على ستيب اب ترانسفورمر. هلا الستيبنج اب شو بيعمل؟ بيرفع الفولتج، شو بينزل؟ الكرنت، فبصير الكرنت اقل، فبصير عندي اللوسز اقل من هون. خلينا اول شيء نشوف هلا هاي الدوت كونفنشن، هذا 1-10 فهون ايه راح تكون عندي، اذا كانوا ستيب اب راح تكون 10 ستيب داون، راح تصير هذه عندي هون 0.1. هذا راح يضل نفس خط الترانسميشن، فهذا راح يكون عندي 0.24 اوم اكس هاي اكس ال، وعندي هون ار 0.18 اوم. نفس لما وصلت واقتربت من المستهلك عملت ستيب داون مره ثانيه، فستيب داون هون 10-1 يعني ايه بتساوي 10. وعندي هون هذا اللود راح يضل نفس اللود اللي هون اللي هو 4.3 جي، إذا عندي هون 3 جي وعندي هون 4.3 جي، عندي الدوت كونفنشن وعندي ايه بتساوي 10 اللي هي ستيب داون صارت 10-1 يعني صارت هي 10 وهون ايه 0.1. هلا خلينا نشوف شو طريقة الحل، أنا بدي أحسب بدي أحول هذا الشكل يشبه هذا الشكل من النقطة هاي من وجهة النظر اللي موجودة هون، يعني بدي آخذ هاي المقاومة أو هذه الإمبيدنس أحولها على هاي الدائرة مرورا بهذا المحول، وبدي ارد اخذ هاي بعدين اجمعها على هاي الامبيدنس، بعدين بدي ارد اخذ هاي الامبيدنس واحولها هون عند النقطه هاي اشوف ايش بتصير. ماشي واضح هاي؟ واضح شو اللي بدنا نعمله؟ هلا خلينا نتذكر لما بعمل ريفيرال من هون لهون شو بصير بالمقاومه؟ شو بصير بالامبيدنس؟ بضربها بايش؟ بايه تربيع. اذا بدي اضرب هاي بايه تربيع شوفوا شو راح تصير الدائره الجديده عندنا. هاي راح تضلها نفسها، حاضر راسمها نفس بنفس الطريقه. عندي هذه هون 480 فولت على الزيرو. هلا هون الدائره هاي هذه راح تضلها نفسها اللي هي 0.24 اومز، وعندي هون هاي المقاومه راح تضلها نفسها 0.18 اومز. هلا هدول راح ينضربوا في 10 تربيع اللي هي 100، فراح تصير هذه كانه قيمتها 400 اوم وهاي كانه قيمتها 300 جي اوم، هذه هي اكس وهذه هون. هلا هي هاي مساحة نفسها، بس احنا شو بنقول؟ بنقول لما بطلع انا بنظر من هاي الجهه هاي المقاومه شو بتبين عندي عند النقطه هاي؟ انها 100 ضعف، لانه عندي هون الريشو هون 10. طيب هلا شو بقدر اعمل؟ بقدر اجمع هاي لهاي مظبوط؟ هدول كانهم ريكتانجلر على فكره مش هيك؟ مش هاي وهاي كانهم ريكتانجلر كوردينيتس لانهم محطوطين ار بلس اكس جي R plus XJ، إذا الـ R بقدر أجمعها للـ R والـ X بقدر أجمعها للـ X، مظبوط؟ إذا خلينا نشوف هلا لو جمعناهم شو بصير عندي؟
بتصير الايكوفلنت سيركت من هون بتصير عندي 0.18 و 400 بتصير عندي 400.18 اومز. هذه هون مقاومه، والاندكتنس اللي موجوده هون راح تصير عندي 300.24 جي اوم. يعني لما بطلع من هون هذه كلها راح تبين معي هذه ايكوفلنت. احنا عارفين انه في جزء منها هو سبب الترانسميشن لاين، في جزء منها هو سبب المستهلك، بس احنا راح نحطهم كلهم مع بعض عشان اكمل. هلا لو بدي انقل هاي عبر المقاوم عبر الترانسفورمر الموجود هون واحسبها بشوفها من هون، شو بضرب؟ بضرب اذا في ايش؟ في مربع اي، بس اي هون قديش؟ 0.2 10، اذا راح تكون بوينت لا 0.1 تربيع راح تصير بوينت 0.01 اي تربيع لحالها راح تصير 0.01، اذا راح تصير عندي الدائره الجديده شكلها زي هيك. هذه هون 480 فولت على 0 ديجريز، وبعدين عندي هلا هاي لما بضربها بقسمها على 100 شو راح تصير؟ راح تصير 4.0018 مضبوط؟ اول وحده راح تصير 4.0018 اوم ريزيستيف، وهذيك راح تصير رياكتيف 3.0024 مضبوط؟ هاي اوم، بس هذه جي 3.0024 مضبوط؟ وهاي 4.0، ما هذه الاوم، مش الاوم كانت 0.18، الاوم مع الاوم والرياكتيف مع الرياكتيف. هي صارت عندي هلا هون الدائره الجديده. بقدر احسب الكرنت؟ هلا هاي رجعت هي نفس المساله هاي. لاحظوا هلا اطلعوا على الاثنين، شو الاختلاف الاساسي بينهم؟ هاي لو بدي اطلع الايكوفلنت لها شو راح تصير عندي؟ راح تصير كانه عندي مقاومه مقاومة هاي 4.18، وهاي راح تكون عندي 3.24 جي مضبوط؟ لاحظوا شو الاختلاف بين الاثنين؟ الأربعة موجودة هون، هاي الأربعة هاي موجودة الأربعة هون، بس هاي 0.18 وهذه 0.0018. إذا الترانسميشن لاين شو بين عندي؟ أصغر من قيمته الحقيقية بمقدار قديش؟ مقدار 100 اللي هي 10 تربيع من هون. ونفس الشيء هون 3.0024 وهذه 3.24. الاندكتنس أو الرياكتنس تبع الترانسميشن لاين، هل اللود اختلف؟ لا، اللود كان يبين نفسه مضبوط؟ إذا بس مين اللي اختلف؟ الترانسميشن لاين. إيش هذا راح يؤدي الآن؟ بخفف من اللوسز، لأنه هلا راح يكون عندي راح اضرب في مقاومه اصغر بكثير. خلينا اول شيء نشوف هلا نطلع الكرنت، كيف بطلع الكرنت؟ هاي شو بيساوي؟ في على ايش؟ على زد. زد الكليه هلا هون راح تكون، هلا بدنا الاله الحاسبه عشان نحسب قديش هذه بتطلع معنا. فلو اخذنا هلا هذول الاثنين راح احسب زد، زد شو راح تطلع معي؟ بدي احولها من بولر ل ريكتانجل عشان اقدر اقسم عليها. راح نحول زد اللي هون، عندي زد الايكوفلنت للكل بتساوي الان 4.0018 تربيع زائد 3.0024 تربيع تحت الجذر التربيعي، والزاويه ايش راح تكون؟ ارك تان ايش؟ 3.0024 على 4.0018 مضبوط؟ كل واضحه هاي له؟ شو اللي عم بعمله؟ احول من ايش لايش؟ من ريكتانجلر لبولر، هاي موجودة بشكل ريكتانجلر، شو الشكل الريكتانجلر اللي هي موجودة فيه لفوق؟ زد بتساوي 4.0018 زائد 3.0024 جي اوم، مش هيك؟ هذا الشكل ريكتانجلر، هذا الشكل راح يطلع معي الآن بولر، نحسبه هلا هذا عندي 4.0018 تربيع زائد 3.0024 تربيع، باخذهم تحت الجذر التربيعي بعطيني 5.00288 اومز. الزاويه تقريبا راح تطلع تقريبا نفس هي الزاويه، مش راح تختلف كثير، مش هيك؟ قديش طلعت معك؟ 36.6 8 7 3 6 8 7
هلا بدي احسب الكرنت. الكرنت راح يصير عندي 480 على 0 على 5.00288 على 36.8. اذا عندي 480 على 5.0028 بيطلع معي 95.5. هذا الامبير والزاوية. ايش راح تكون الزاوية؟ سالبة. شو معناها سالبة؟ الكرنت لا. اذا بصير عندي ناقص 36.87 degrees. اوكي؟ قديش كان عندي الكرنت بالاول؟ 90. هلا هون الكرنت صار 95. طيب هلا نسال سؤال، كيف بدي احسب اللوسز الان في الترانسميشن لاين؟ بقسم. ايش بقسم؟ كيف بدي احسب اللوسز في الترانسميشن لاين؟ كيف انا حسبت اللوسز في الترانسميشن لاين؟ اي سكوير في ار، مش هيك؟ قديش قيمة ار اللي جاي من الترانسميشن لاين هون؟ هل هاي كلها هي الترانسميشن لاين؟ لا. قديش من الترانسميشن لاين؟ 0.0018. يعني هاي بامكاني ارد ارجعها اذا بدكم، اقسمها قسمين، قسم اللي هو الاربعه تبعت اللود، والقسم الثاني اللي هو 0.0018 اوم. هاي تبعت مين؟ هاي الترانسميشن لاين وهاي اللود. مضبوط؟ اذا بي في الترانسميشن لاين شو راح تصير الان؟ I squared R. وين I squared؟ هي 95.5 تربيع مضروب في 0.0018. قديش هاي بتطلع معنا؟ عندي 95.5 تربيع. أنا بدي أحسب 0.0018. فبتطلع 16.4. نعم. بدي أحسب اللوسز بس عند النقل. يعني مش بس في الترانسميشن لاين. هي اللوسز احنا اللي حسبناها وين كانت؟ اللي عند الكاستمر مش لوسز. ليش؟ بدي احاسبه عليها، بده يدفع لي اياها. هذه هي اللوسز الترانسميشن لاين لوسز اللي هاي 16.4 واتس. قديش نزلت اللوسز من قديش؟ كثير، من 1484. ايش كمان بدنا نحسب؟ بدنا نحسب الفولتج اللي بوصل عند الكاستمر. كيف ممكن احسبه؟ كيف حسبناه هون هذا الفولتج؟ شو ضربنا؟ اي لود مضروب في زد ال. اذا بدنا بامكاننا هلا هاي دائره بتشبه الدائره النهائيه، بامكاني ارد افصل هذول. هي فصلت الترانسميشن لاين واللود، والترانسميشن لاين واللود. هذا كيف بنفصل الترانسميشن لاين واللود؟ ثلاثه لحال وال.024 لحال. اذا كمان بقدر شو اعمل هون؟ بقدر اجي اعمل هاي بتصير ثلاثه، وهاي بحطها هون تبعت الترانسميشن لاين اللي هي 0.0024 جي. هذا اللي هو ترانسميشن لاين، وهذا صار عندي 3 جي اوم. هذا اللي هو هاي اللود. مضبوط؟ اذا كيف بدي احسب الفولتج في اللود؟ شو بقدر اعمل؟ بضرب الكرنت في الزد تبعت اللود، مش هيك؟ خلينا نمشي هناك عشان نقارن. اذا رح امحي هاي الدائره كلها عشان نستفيد من المساحه. بدي احسب الزد تبعت اللود، مضبوط؟ قديش الزد تبعت اللود؟ احنا كنا حاسبينها هيك، موجوده عندكم؟ هاي بتطلع 5، والزاويه شو بتطلع؟ هي ار 10.75، لانه 3 على 4، مضبوط؟ لاحظوا هون بايش ضربنا؟ ضربنا بالزد تبعت مين؟ تبعت اللود، مش الزد الكلية. بس حتى احسب الكرنت على ايش قسمت هون؟ الزد الكلية، بس حتى احسب الفولتج على اللود بضرب في زد تبعتها. إذا الثاني انفرس قديش؟ 36.86 ديجري. لاحظوا هاي بوزيتيف، بس لما باخذ واحد عليها بتصير لاجي نيجاتيف. إذا عندي هلا الفي تبع اللود شو بيساوي؟ 400 عفوا الكرنت اللي هو قديش كان؟ 95 مش هيك؟ 95.5 على ناقص 36.87 بضربه هذا في 5 على 36.86 تقريبا. الزاويتين هذول تقريبا متساويين، فتقريبا تطلع الزاويه معي 0. طيب وهذا 95.5 في 5 تطلع قديش معك؟ 477.5. هاي النتيجتين حطيناهم فوق بعض.
قديش الباور عندي هون لوسز 16.4 بالعشرة، بس بحالة بدون محول قديش كانت 1484. قديش الفولتج اللي وصل للود بدون محول 454 في 26 فولت لوس. قديش الفولتج هون اللي وصل بحالة المحول تقريبا ولا شيء. قديش يعني اللوس تقريبا ولا شيء؟ فيش حوالي 2 فولت 2.5 فولت مش هيك؟ 2.5 فولت. اذا مين احسن؟ رغم تكلفة المحول والفولتج اللي بدي ارفعه والخطورة بالهاي فولتج والسويتشنج جير، لكن في النهاية ما بقدر اشغل السيستم بدون ما اعمل ستيبنج اب للفولتج. واضح؟ ماشي؟